وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل يقول: بعض الناس يحافظ على أذكار الصباح والمساء، فإذا أصابه شيء من المصائب يقول ما في فائدة من أذكار الصباح والمساء. نقول هذا والعياذ بالله قلة يقين، وللأسف يعني لعلها أوتي من ذلك. النبي يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا يقبل الله عز وجل من دعاء من قلب ساه لاهي. ولذلك الإنسان إذا قال الأذكار بيقين فإنها تحفظه وتكلأه، أما إذا قال من غير يقين كصاحبك هذا فإنه لا ينتفع بها. ولذلك أوتي من مثل هذا، وعلى الإنسان إذا أراد الفلاح فعليه بفعل المأمور وترك المحظور والرضا بالمقدور، والله أعلم.